يا حبيبي. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. البداية مع النشيد الوطني اللبناني. لن تلغي الأزمات الفرح، ولن ترضخ بطلة المدن إلى الواقع المرير. سنوات مضت لم نشهد فيها حياة، فأبين هذه السنة أن تمر مرور الكرام. لذا عزمنا في جمعية الفرح العالمية الاجتماعية وبدعم من بلدية صور أن نعيد إحياء الشارع المخصص للمشاة مع بدء الموسم الصيفي، وما خاب من سعى، فكانت الرعاية من وزارة الثقافة واضعين كل الثقة بجهودنا للحفاظ على حيوية مدينة التراث بحضور أبنائها ولقاء زوارها. باسم لبنان، باسم جوهرة المتوسط صور، باسم ليلها الأنيس وسطوع شمسها، باسم تراثها العريق، باسم شاطئها الذهبي، باسم حاراتها العتيقة، باسم أولادها ومحبيها، نعلن انطلاق فعاليات الموسم الصيفي في صور 2023 وافتتاح الشارع المخصص للمشاة. بين الحيرة والتردد كان الحسم. اسمحوا لي في البداية وباسم رئيس بلدية صور المهندس حسن الدبوق وأعضاء المجلس البلدي، باسم رئيس جمعية الفرح الإعلامية الاجتماعية السيد علوان شرف الدين وأعضاء الجمعية، نرحب بحضرة وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، السادة النواب حسين جشي، عناية عز الدين وعلي خريس، قائم مقام صور الأستاذ محمد جفال، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن روبرتو فيرغوري، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علي إسماعيل، القاضي عرفات شمس الدين، رؤساء الجمعيات والفعاليات الاختيارية والاجتماعية، الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. أيضا نرحب برئيس بلدية العباسية الحاج علي عز الدين. بين الحيرة والتردد كان الحسم أن نعيد افتتاح الشارع المخصص للمشاة. تخطينا العقبات معا، واجهنا وأنجزنا الكثير يدا بيد، فكنتم الأساس في رفع المعنويات للاستمرار بهذا النشاط الهادف،
ولنشهد معا مدينة صور وهي تنفض غبار التعب عنها لتبقى بأبهى حلتها. نبقى مع كلمة رئيس بلدية صور المهندس حسن بور، تلقيها عضو مجلس البلدي الدكتورة غادة أبو صالح. تفضلي رندا أبو صالح عذرا. معالي وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، نورت صور، نورت جنوب، نورت قضاء صور. في فرحة كتير كبيرة اليوم عم نشوفها، ما كتير يشدناها هالقد بوجود وزير هالقد الناس محمسة وبتحبه. رئيس اتحاد بلديات صور الحاج حسن دبوق، الحاج حسن النواب السادة، الحاج حسن حسين جشي، الحاج علي خريس، الدكتورة عناية عز الدين، الحاج علي اسماعيل، القاضي عرفات شمس الدين، الجنرال روبرتو قائد القطاع الغربي، رئيس بلدية العباسية الحاج علي عز الدين، أعضاء المجلس البلدي، أعضاء المجلس البلدي، فعاليات ثقافية اجتماعية فنية كشافة مخاتير. أهلا وسهلا بكم جميعا. بعيدا عن الأساطير وروايات، صور عروس البحر، حبا بالجنوب وترابه، صور عروس الجنوب، إخلاصا ووفاء لإمامها المغيب، صور مدينة الصدر، تيمنا ببحرها الهادئ الحالم، صور سيدة البحار. لم يبالغوا يا مدينة صور حين منحوك أجمل وأرقى وأعرق الألقاب. صور ترقص فرحا. هذا المشهد الذي نراه اليوم مفعما بالحياة يرسم في خيالنا لوحة معقدة المعالم ممزوجة بالحزن والفرح معا. تارة نراها مفعمة بالبهجة والسرور، وطورا نرى في أجزائها بعضا من الحزن والألم نتيجة الأزمة الراهنة وظروف القاهرة والدقيقة التي نمر بها في وطننا الحبيب لبنان. ولكن انطلاقا من مهامنا كمجلس بلدي وفي ظل هذه الظروف القاسية، حرصنا كل الحرص على افتتاح هذا الشارع الذي بات جزءا لا يتجزأ من موسمنا السياحي، وخاصة أن رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق يشدد دائما وبكل مهنية وأمانة مطلقة على دعم ورعاية جميع النشاطات الهادفة التي من شأنها أن تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية لما فيها مصلحة المدينة، آملين أن يكون هذا النشاط بمثابة فسحة أمل علها تسهم في تخفيف بعض المعاناة. مبارك لنا هذا الافتتاح ولكم. في الختام لن أطيل عليكم، باسم مجلس بلدية صور رئيسا وأعضاء نتوجه بكلمة حق في رجل كان له دورا مفصليا في إعادة تأهيل وترميم هذا الشارع ومنحه روحا وحياة جديدة في زمن كلنا يعني الكل بيعرف كان المرور فيه موحشا ومظلما. دولة الرئيس نبيه بري، لك منا كل الحب والاحترام والتقدير والشكر الموصول إلى جمعية صوت الفرح، وكمان يعني السيد علوان شرف الدين على التعاون والمتابعة، وكل الجمعيات والسيدات اللي شاركونا بهيدا المعرض، وعمال بلدية صور وشرطة بلدية صور، وكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط. وأعذروني سلفا إذا نسيت أن أرحب بأحد، أكيد بتكون سقطت سهوا، وشكرا. انطلقنا بكل عزيمة وإصرار لنخلي مساحة من أرق يومياتنا ونملأها بالفرح بعيدا عن غمم الأزمات التي خيمت فوق سمائنا. هكذا كان المشهد لحظة التفكير قبل التنفيذ، بانتظار إعادة إحيائها دون صد مسعانا، فكان الرجاء وكانت الإجابة عند حسن الظن.
هكذا كانت آمالنا بكم أن تخطوا خطوة إيجابية وترحاب لكل حدث يترك بصمته الجميلة ويدعم السياحة ويحيي التراث. نبقى مع وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى. أصحاب السعادة، الفعاليات التربوية والثقافية والبلدية، الحضور الكرام، إلى صور ينبغي لكل شيء أن يأتي مشيا على قدميه. التاريخ والحاضر ونسائم البحر وأخبار البطولات وأصداء عويل الصهاينة تحت نيران الشهيد أحمد قصير وبكاء دباباتهم الهاربين بها يوم التحرير، ينبغي لهذا كله ولغيره معه أن يأتي إلى مجد سور مشيا على الأقدام، ويمر تحت قوس نصرها ويجول في حاراتها وشواطئها، وينحني إجلالا لما تختزن المدينة من تراث كبرياء ومن حقيقة عيش وطني جامع شد أزره ومتن عراه سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، فجعله عنوانا بهيا لهوية لبنان. وإذا كانت بلدية صور وصوت الفرح الجهتان الداعيتان إلى هذا الاحتفال قد أرادتاه في مستهل الصيف إعلاناً لانطلاقة الموسم السياحي المقبل، فإن طريق المشاة فرصة ذات أوصاف متعددة تجاور السياحة وتتجاوزها، فهي فرصة بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية وطنية بامتياز، لأنها تقود الخطى إلى ديوان القيم العليا التي جعلت منصور سيدة البر المحرر كما كانت في زمانها القديم سيدة البحر المستعبد الذي عبدته لأمرها أساطيلها. على أن هذه الأوصاف مجتمعة لا يمكن حمايتها أيها الأحبة والاستفادة من أبعادها في سبيل تنمية المدينة إلا إذا واظب أهل سور وقياداتها كما هم عليه الآن من اعتبار العمل العام هادفا إلى تحقيق الخير العام بمعناه الواسع الشامل، وأساس ذلك المحافظة على ما يجمع المواطنين ولو تفرقت خصوصياتهم، لأن الاختلاف شيء من طبيعة الحياة، فالأصل هو التمايز الذي يقود إلى التعارف فالتفاهم فالتعاضد على عمارة الوطن والأرض، غير أنه لا يدخل في إطار حق الاختلاف الذي هو في الأصل قيمة دينية وإنسانية سامية كما أسلفت. لا يصح أن تصبح الممارسة السياسية سبيلا بينا إلى الفرقة والشقاق وبالتالي إلى الخراب الوطني الشامل. ذلك يحصل عندما تنكب كل جماعة وإذا شئتم كل فرد من هذه الجماعات على البحث عن السمات التي يخيل إليه أنه بها مختلف عن مواطنه، أو بتعبير أوفى أفضل منه، فيرفض اللقاء والحوار ويمارس أصناف العصبيات ويفصل القيم الوطنية على مقياس مفاهيمه، ولا يكف عن الأعمال والتصرفات التي تحول الوطن إلى أشلاء وطن تنهشها الغرائز وتنشب فيها المخالب خطابات التحريض. ولعلكم يا أهل سور في خضم هذه الأزمة التي نعيش تستمعون يوميا إلى مثل هذه الخطابات التي لا يريد أصحابها إلا ممارسة فن الإقصاء، على الرغم من خيباتهم المستمرة بفعل وعيكم وصمودكم. لكنني أعيد التأكيد أن مسؤولية التحرير التي حملها الجنوب على أكتاف أبنائه ودماء شهدائه وزغردات سيداته تفرض الاستمرار في الدعوة إلى الطلاق والحوار،
وتلقف المبادرات التي تحمي الإنجازات الوطنية الأهم على الإطلاق منذ نشوء دولة لبنان الكبير. عنيت بها التحرير الأول عام 2000 والانتصار الكبير عام 2006 والتحرير الثاني عام 2017، لأن التلاقي على حفظ قيم الكرامة الوطنية التي اشتركتم في رفع لوائها هو قدر جميع اللبنانيين بلا تمييز، فليس لهم عنه محيد. وهذا في كل حال واحد من معالم تراث صورة المستمر في نفوس أجياله إلى الآن. من هنا الدعوة إلى الاستفادة من المواسم جميعها لتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة وقضائها والجوار، وكذلك لبث الوعي العام حول هذه القيم الأصيلة. وهذا بالحقيقة ما تنادي به على الدوام وزارة الثقافة في جميع الفعاليات التي تشهدها أو تقوم بها، وذلك التزاما منها بنهج دولة النبيه الأمين وسماحة الأمين النبيه ورؤيتهما الواحدة المتطابقة التي تدعونا إلى وحدة ساحتنا الداخلية وإلى حفظ التنوع والفرح فيه وتمتين عيش المعية. وهذا بالنسبة لهما، ولكل لبناني حق، واجب ديني وواجب أخلاقي وضرورة وطنية، وهو المفتاح الذهبي لبوابة الانتصار ولصون هذا الانتصار. وعلى هذا المنهج سوف نظل ثابتين كثنائي وطني في وحدة كالبنيان المرصوص، ولن نبدل تبديلا. وقبل الختام أيها الأحبة، نعرج على صفحة مجيدة متمثلة بما جرى اليوم وقبل أيام من مواجهة بطولية بين أحرار من بلادنا والمحتلين أعداء الإنسانية، ونقول منها هنا من صور الصدر وزرقة البحر أن لا تطبيع مع الكيان الغاصب، وأنه لن يكون بيننا وبينه إلا نزال نخوضه في كل مرة، متسلحين بإيماننا بحقنا وبيقيننا بأننا على أهبة النصر الأكيد المنذور للوطن كله. كما نكرر ما قلناه اليوم في مناسبة سابقة، أن أبلغ ما يستفاد من مواجهة كفرشوبة البطولية أن الأحرار اقترعوا خلالها بالأفئدة الشجاعة والأقدام الثابتة في الأرض والقبضات المصرة على المقاومة، اقترعوا وانتخبوا بالإجماع رئيسا للجمهورية حرا مقاوما. ومنها هنا منصور، نقول لهؤلاء الذين اجتمعوا وتقاطعوا على محاولة قطع الطريق على مرشحنا الشريف الحر الأبي الوطني العربي المسيحي، نقول لهم ولكل واحد منهم: كد كيدك واسعى سعيك، لكن لبنان سيبقى حرا مقاوما. ولذلك لن يكون هناك رئيس جمهورية في لبنان إلا رئيس حر يؤمن بوجوب حفظ المقاومة وبوجوب صون الصيغة اللبنانية ويعمل على حفظ الكيان. بورك الصور وأهلها، ودامت مدينة للصمود والكرامة وعيش المعية. عشتم جميعا، عاشت المقاومة ليبقى لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منرحب مجددا بوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على رعايته اليوم وحضوره ضمن إطلاق فعاليات صيف صور 2023. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير بمدينتك مدينة صور. هلا مش ممنون. بداية أول شيء الوزير حب إنه يكون الحوار نحن هيك يكون مميز اليوم، نحن واقفين مش نحن قاعدين، فنحن أكيد بنلبي طلباتك. معالي الوزير، بداية أنت اليوم شفت هذا المشهد، أول مرة بتطلع على شارع المشاة، يعني بس يكون مخصص بس للمشاة، ما هيك؟ كانت أول زيارة لإلك. شو وجهة نظرك اليوم من هيدي البرامج والنشاطات الثقافية المتنوعة اللي انطلقت اليوم بمدينة صور؟ بكل بساطة، هيدي الفعالية القائمة اليوم اللي هي بتضج بالحياة وبالفرح وبالتمسك بالحياة وبالإصرار على الفرح، هي مؤشر عن
سور شو بتختزن؟ سور الموروث التاريخي البهي، سور المقاومة، سور الإصرار على العزة وحياة الإباء، وسور الإصرار على مواجهة كل الصعاب وكل المرارات وتجاوزها، وأنه نعكس حتى بأصعب الظروف هيك واقع بهي وملهم ومبشر، مش بس لسور وقضاء سور، للبنان وكل اللبنانيين. شهدنا من يومين صمود المزارع اسماعيل ناصر بوجه جرافة العدو عند حدود كفر شوبة، واليوم استكملت بمواجهة الشباب اللبناني طبعا ووقوفهم وقفة عز. هالتحدي اللي بيواجه اهلنا بصمود وعزيمة، كيف توصفه للناس اليوم؟ بكل بساطة هي مناسبة اخرى للبنانيين يعلنوا للقاسي والداني مثل ما قلنا بكلمتنا قبل شوي، انه نحن والكيان يعني مستقبل كل منا مرهون بزوال الآخر. هذا كيان لا تطبيع معه، نحن بمفهومنا وأعلناها من قبل وزارة الثقافة، نحن مع التطبيع، ولكن تطبيع لغة هو إعادة الأمر إلى طبيعته، هو جعل الأمر موافقا للطبيعة. هذا الكيان مجافي لكل القواعد الوضعية، لكل القوانين الدولية، لكل القيم الأخلاقية، وبالتالي التطبيع معه إعادة الأمر إلى طبيعته يكون باجتثاث هذا الكيان. لا سلام هذا الكيان، وخاصة لما يتجرأ على تجاوز خطوط مرسومة معه مؤخرا. صمود، مقاومة، مواجهة، وما عندنا شيء نقدم له إياه بهذه المرحلة والمراحل اللاحقة إلا هذا الشيء. ننتقل لوزارتك حضرة الوزير، وزارة الثقافة اللي بتتوليها وسعيت منذ البداية على إثراء القطاع الثقافي من خلال دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية، حيث أسستم أرضية قوية وثابتة للعمل الميداني بالإمكانيات المتاحة. شو الخطط والأهداف اليوم للوزارة لمتابعة عمل الدؤوب؟ بالحقيقة نحن من تاريخ استلامنا للوزارة انطلقنا وبنينا على قناعة مفادها التالي: هذه وزارة معنية بكل المفاصل الثقافية، معنية بالمسرح وبالموسيقى وبالسينما وبالفن التشكيلي وبكل أشكال يعني وأبعاد الثقافة بالمفهوم الأوسع للثقافة، ولكن نحن مؤمنين، وهذا العقل والمنطق والحكمة والعلم بيقول هالشيء. هذا كل هذه المفاصل الثقافية مفترض تستثمر لبث الوعي، الوعي نحن شو وقعنا، نحن شو سبب هذا الواقع، شو هي المكائد اللي عم تحاك ضدنا، كيف لازم نواجهها. الثقافة التي تجعلك ترتقي إنسانيا وفكريا وروحيا لتواجه هذه التحديات، ومن التحديات هيدي فكرة ومبدأ عيش المعية اللي هو نقيض لكل شيء بيرمز له الكيان الإسرائيلي، كيف ممكن نحفظه من خلال الارتقاء لمفترضات حفظه. يعني شفنا هذا المشهد اليوم مدينة سور، مثل ما قلت انه هو بريق امل. شو تقول يعني، شو حيكون انطباعك بعد هيدا الانطلاقة، وهل حيكون عنا يعني نحن بداية جديدة لصيف 2023 ثقافيا فنيا؟ شوفي نحن مفطورين، والتجربة كانوا عم بيحكوا الاخوان قبل شوي، التجربة اللي مفترض تبقى حاضرة بالذهن انه نحن حاطين حالنا على طريق منذ 4 عقود تقريبا، ومصرين على أنه نتجاوز كل العثرات وأنه نتجاوز كل المحن لبالآخر ننتصر من خلال صناعة واقع ومستقبل يليق بهذا الشعب وبتضحياته. لما نكون بصور علينا أن نتذكر سوريين وضيوف وافدين من سائر الأرجاء اللبنانية، وهذه صور مدرسة كانت للعالم، صور الحرف، صور لما صدرت الحرف الدنيا كلها كانت أخذت منحى آخر، صور الصمود في وجه الغطرسة الإسرائيلية، صور المقاومة اللي جعلت هذه الأرض تتحرر، صور الإصرار حتى في أحلك الظروف وفي أبشع أوقات الحرب الأهلية على حفظ الآخر والتمسك فيه والفرح فيه والإصرار على الاستمرار بمبدأ عيش المعية معه، صور الصدر لما بيحضر كل هذا بالذهن بيحضر بالتالي يعني نحن شو مقدراتنا، ونحن كيف مستطعنا نتجاوز كل هذه الظروف العصيبة، ونحن مش بس هيك شو دورنا انتو اهل صور ومدينة صور
تجاه بقية المناطق اللبنانية على مستوى بث الوعي والأمل والصمود. نحن بدنا نشكرك معالي الوزير على حضورك اليوم وعلى هذه الانطلاقة برعايتك، بنشكرك كثير، نهارك كان طويل. شرفني وفرحني. نحن فرحنا فيك كثير وإن شاء الله بترجع بتعيدها وبتجي بتزورنا بسور. يعطيك ألف عافية. نحن هنتابع حلقتنا مع ضيوفنا. مجددا منرحب بالنائب الدكتورة عناية عز الدين، نائب حسين جشي ورؤساء البلديات الموجودين معنا، رئيس بلدية سور الحج حسن دبوق وقائد القطاع وأعضاء البلدية كمان. عندنا قائد القطاع الغربي باليونيفيل العميد روبرتو فيرجوري، أهلا وسهلا فيك. وكمان بنشكر كل الفعاليات والحضور الكريم، كل من عم بيتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. رح نبدأ بالسؤال الأول، ما مطولين، سؤال لكل من الحاضرين. نبدأ مع الدكتورة عناية. رح نحكي شوي شيء مختلف شوي عن موضوع الانطلاقة. قبل الانطلاقة بفعاليات الموسم الصيفي تم اتخاذ إجراءات مختلفة على كافة المستويات لمنع أي معوقات، طبعاً يعني البلدية اللي قامت فيها، من ضمنها كان مكافحة ظاهرة التسول بالمدينة واللي أغلبهم كانوا من فئة الأطفال. هذه الظاهرة انتشرت بقوة بالفترة الأخيرة، هل في أي تحرك على الصعيد النيابي للحد من هالظاهرة ومعاقبة مستغلي الأطفال؟ صحيح أنت نقلت دغري لهالموضوع، بس أنا طبعاً كمان بحب يعني اثني على الجهد يلي صار اليوم وعلى افتتاح شارع المشاة، وان شاء الله بتكون بداية لصيف واعد وفرح ومزدهر بمدينة سور على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومثل ما عودتنا سور بتختصر لبنان بكل ما تحمله من معاني انسانية وتلاقي واجتماع لأهل يلي من سور، من قضاء سور ومن كل لبنان. وأنا طبعا بهني المدينة يلي كتير فخورة أني بمثلها بالمجلس النيابي. طبعا ظاهرة التسول هي ظاهرة عامة وهي ظاهرة اجتماعية قديمة منا جديدة، ولكن بلبنان الحقيقة نحن بدنا نلتفت لأمرين. أولا في عنا التردي الأوضاع المعيشية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا يلي الحقيقة، وفوقهم في عنا تزايد أعداد النازحين السوريين يلي أدت أنه في كتير من الأطفال والقاصرين، يمكن في قسم كبير منهم، نحن بنعرف أنه تقريبا 15% من طلاب لبنان يلي تحت عمر 18 سنة تركوا المدارس، خرجوا من النظام التعليمي بالكامل، وهيدي ظاهرة كتير خطيرة. وهيدا فرض أوقات الواقع الاقتصادي، يمكن البعض منهم نتسرب إلى الشارع، بالإضافة إلى مثل ما قلنا النازحين، أعداد كبيرة من النازحين السوريين. وحد هيدا الموضوع في عنا طبعا شبكات المتسولين يلي هي بيديروها أشخاص مسؤولين عنا، يلي بيديروها أشخاص، وهي اللي وهيدي ظاهرة خطيرة جدا. القانون واضح، نحن عنا بقانون العقوبات النبذة رقم 1 يلي هي عنوانها المتسولين، وهي اللي بتعاقب المتسول سواء كان بالغا يلي هو عنده إمكانية لأنه يجيب موارد ولكن يتسول، أو إذا كان منضوى بنادي خيري أو بمؤسسة خيرية بتركه وبروح ليتسول، أو الأهل يلي بيتركوا أولادهم القاصرين يتسولوا، كله في له عقوبات. ولكن كمان في عقوبة جدا مشددة على الأشخاص البالغين يلي بيستغلوا القاصرين يلي هن ضعفاء وبينزلوهم على الشوارع ليتسولوا. العقوبة بتصير من 5 سنين ل 15 سنة،
وهيدا حقيقة بنعتبره يعني شكل من أشكال الإتجار بالبشر. هلأ مين الجهات المسؤولة؟ نحن بنعرف أنه بلبنان كل البلديات تقريباً هلأ استنفرت لمحاربة هذه الظاهرة، خاصة على أبواب مواسم السياحة، لأنه عم يتزايدوا كتير ببيروت، كتير تزايدوا بالسور، الظاهرة صارت كتير قوية، وبمناطق أخرى. الوزارات المعنية يعني القوانين اللي كانت موجودة، الوزارات المعنية بتطبيق القانون هي وزارة الداخلية، وبضمن وزارة الداخلية هي البلديات، ولكن نحن بنعرف إمكانيات البلديات. الجهة المختصة بهذا الموضوع وبالتصدي له محليا هي هن رجال شرطة بالبلدية، فنطلب من وزارة الداخلية، يعني نحن هلا معك رئيس البلدية وبخبرك عن أوضاع البلدية بهالأيام، في وزارة العمل وفي وزارة الشؤون الاجتماعية لأنه بعضها كمان بيدخل ضمن عمالة الأطفال. وزارة الشؤون هلأ حاطة خطة جديدة بعد ما أطلقتها لبرنامج لمحاربة التسول، رح يعرضوه علينا بمجلس النواب قريبا، وإن شاء الله نقدر يعني بالإمكانيات القليلة اللي موجودة ضمن المؤسسات الرسمية إنه نقدر نحارب هالظاهرة. أكيد نحن رح نتعاون مع اليونيسف ومع غيرها من المؤسسات الدولية اللي بتساعد بهالموضوع. بتشكرك دكتورة. بس أنا إذا تسمحي لي أطلب من المنظمين لشارع لهالفعاليات هيدي كل أسبوع. صحيح يعني أهل صور والشباب والصبايا والكبار والصغار من صور ومن القضاء ويمكن من خارج القضاء بيجوا على صور لحتى هيك ياخدوا نفس، خاصة بهالظروف الصعبة. أنا بتمنى نستغل الفرصة أنه مع التسلية والترفيه يكون في شوية نشاطات هادفة، بمعنى أنه توعي على بعض الأمور الصحية البيئية الاجتماعية لحتى يعني يكون النشاط مسلي ولكن بنفس الوقت مفيد. وأنا بطلب من كل رواد شارع المشاة أنه يا ريت نحافظ على نظافته. أكيد نحن كمان بنأكد معك ونشد على إيدك بهالموضوع. شكراً. شكرا لحضرتك. بدي رحب مجددا بالنائب حسين جشي، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم بمدينه صور، مدينتك وبشارع المشاة وباستديو صوت الفرح. هالافتتاح اليوم بيعطي بارق امل او بارقه امل لموسم جديد صيفي مشرق، ولكن على الصعيد الوطن عموما وحضرتك كنائب، يعني دورك يوم كنائب، شو اللي بيعطي أمل حقيقي واستبشار للبلد؟ لا ابتداء، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بدي بارك لبلدية صور ولصوت الفرح على هذه الخطوة المهمة، وبعتقد خطوة واعدة ومنتجة ومفيدة ولها آثار على أكثر من صعيد. نعم. سواء الصعيد الثقافي، السياحي، الاجتماعي، نعم. سياسي، سياحي، نعم. إنتاجي، يعني بعتقد إن شاء الله هذه خطوة بتكون مفيدة و يعني بكون لها آثار إيجابية، وبتذكرنا شوي بالحياة اللي كنا نعيشها من زمان، يعني قبل السيارات وقبل أكثر وقبل البنزين وقبل التلوث، يعني أنا بحكي قبل الأزمات. نشكر القيمين والقائمين على هذا النشاط وعلى هذا الفعالية الموجودة وعلى الحضور طبعا اللي ساهموا، فالله يعطيكم العافية جميعا. أما بموضوع البلد، مثل ما بنعرف للأسف نحن بلدنا في تعقيدات متعددة، في عنا يعني بدناش نبعد كثير، بس في عنا مشكلة يعني حتى بالدستور بالتركيب تبع تركيبة البلد، لذلك دائما من وقت لآخر بيكون في أزمات بهالبلد، وكأنه الدستور الموجود والمنهج اللي ماشيين عليه عم بيولد من وقت لآخر أزمات. فاستقرار ممكن نشهده من يعني بين حين وآخر، ولكن ما أظن بهذا الواقع الموجود أنه نحن فينا نشهد استقرار مستدام.
للأسف يعني. بنأمل أنه إن شاء الله اللبنانيين يتفاهموا على بناء البلد. لأنه اليوم اللبنانيين بعتد أو المعنيين اللبنانيين المقصود فيها اليوم للأسف يعني بأحسن حالاتهم عم يتفاهموا على تركيب البلد، عم يركبوا بلد بس ما عم يبنوا بلد. تركيب هنا هنا يعني مثل البازل يعني، بس ما عم يبنوا. يعني البناء له أساس وله عمر وله أصول. المشكلة عم بيركبوا تركيب بحيس كل واحد بيبقى محافظ على حيسيته وعلى حصته وعلى، وهيك ما بيمشي الحال. ما بنقدر نبني بلد بهذه الطريقة، وما بنقدر نتجانس مع بعضنا كلبنانيين ونتماهى فيما بيننا بثقافاتنا بتفكيرنا بمصالحنا بحساباتنا البعيدة لنخدم بلدنا كبلد. يعني كل واحد منا بيقعد بيفكر مصلحته من خلال البلد. ما بدي يأس حدا، بس بنأمل نأمل إن شاء الله إنه تكون الأمور لقدام أحسن، لأنه نحن دائما نتفائل بالخير وهي بلدنا وما رح نيأس وما رح نكل وما رح نمل، رح نغير ما رح نبطل ما رح نتراجع، مكملين لنوصل إلى شاطئ الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حضرة النائب. يعطيك العافية. ننتقل عند رئيس بلدية سور. أول شيء مشكورين اليوم على مجهودكم، ورغم كل الضغوطات اليوم اللي عم تقطعوا فيها واللي عم بتواجهوها، يعني اليوم نعرف نحن أو اللي عرفناه أنه الصندوق البلدي خالي من الأموال. فاليوم السؤال يعني اللي بيطرح نفسه، كيف عم تساهم اليوم البلدية بتعزيز مسيرتها والحرص على متابعة العمل ميدانياً على أرض الواقع وتلبية احتياجات الناس، يعني أو أغلب الاحتياجات والخدمات للمدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدي أشكر سعادتهم على مشاركتهم معنا. نعم. بهاللقاء هيدا بافتتاح الشارع بهالذكرى الحلوة اللي انقطعنا عنها سنين طويلة. بشكر قائد القطاع الغربي أيضا الصديق العزيز، واللي هن دائما وقائد الكتيبة الإيطالية اللي هن دائما تجاوزوا، يعني حنشوفهم بدي عسكرية بس هي مهمتهم إنسانية. نعم. إذا بتلاحظ إنه ما في تحرك عسكري أو نشاط عسكري، دغري بيقوم بالمرهبة بال 1701، ولكن أصبحوا من النسيج الاجتماعي تاع نقول السلطات المحلية وأيضا مثلا المساعدات اللي بقدموها. مش عم نحكي بس مساعدات، نحن أوقات المحبة والعطاء له قيمة رمزية كبيرة بتترك أثر كبير بالقلب. فشكرا لهم وهذا شيء بنفخر فيه. بدي وجه كلمة شكر، أنا بعدين بجاوب على سؤالك إذا ما نسيت قبل ما خلص. بدي أشكر كل من ساهم بتنظيم هالاحتفال هيدا، تعاون لجنة أصحاب المطاعم، القوى الأمنية اللي عم تواكبنا بهاليوم هيدا، ولو ما بتواكبنا القوى الأمنية وبنطلب منها تواكبنا أيضا بالأسابيع القادمة، وإلا النشاط يعني بصير خطر شوي، فلأنه هو الأمن أساس كل شيء بهالموضوع هيدا. نعم. نشكر أكيد ضمن صوت الفرح أول الساعين لهالاحتفال تنظيم الاحتفال هيدا. أيضا بشكر زملائي بالمجلس البلدي، يمكن أنا أقل واحد بذل جهد يعني أنه أنا إيه وفقت وقررنا وهيدا بدنا نسوي، بس اللي تابع على الأرض هني أعضاء المجلس البلدي. نعم. كمان زملائي يعطيهم ألف عافية. وأيضا بشكر المشاركين اللي لا هيدا الحقيقة حاج أنا بدنا شغلي هلا خارجهم نهار صرنا خارج الموضوع، بدنا أنه رئيس البلدية أوقات تنسب له الانتصارات أو النجاحات لنقول، بس هو بالطائم اللي موجود اشتغل أعضاء اللجان البلدية اشتغلت، بس بالمقابل بياكل المسبات هو، يعني خير ذا بشر ذاك. يعني ما في حدا بيسب ناس رئيس بلديه، الصلاه تحياتي ما بيسب حدا بيسب رئيس البلديه. وجه تحياتنا لدائب الرئيس الحاج صلاح كمان، وايضا الجمعيات الصديقه اللي معنا والكلاب والاخوات والصديقات اللي معنا هون. بموضوع البلديه، طبيعي البلديات هي جزء من لبنان وهي مؤسسه مثل اي مؤسسات لبنانيه. نعم. طبيعي نحن بندير مال عام يعني مثل مؤسسات الدوله الرسميه. الازمه الاقتصاديه على الكل بتصير بالحقيقه الوزارات المركزيه، وفي بنك المركزي بيعطي سلاف بقيم عم بحط، عم بسط الموضوع انا هلا بتفاصيله صعب. نعم. لكن البلديات ما عندها سلاف وما عندها سبورت باك اب سبورت، بدنا نخلص حالنا بحالنا.
هلا اذا بلاحظوا المواطنين وبنعتذر منه نحن انه رفعنا الرسوم هيدي من مال حتى نقدر نستمر بتقديم الخدمات، يعني حتى بس مستوى الخدمات اللي عم نقدر نحن نقدمه هو الاساسي فقط. يعني هلا شغله واحده بتخطر على البال مثلا انه مش عم نقدر نرش نحن للمبيدات بالصيف وغيره وهيدا لانه ما معنا كلفه تحملها بالحقيقه، فبننتقل مثلا ملف النظافه، ملف ترقيع الجوار بتواضع، يعني هلا عم نسعى بدنا نشوف يعني اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع، بتطولوا بالهم علينا. بدي اشكر المواطنين كثير انا لما بعد حتى بعد رفع الرسوم هلا يمكن قيمتها على الدولار انه انخفضت، ولكن المواطنين دخلها مش بالدولار، يعني قسم كبير من المواطنين دخلها باللبناني، في تجاوب كبير بدفع الرسوم. انا بدي اشكرهم على الشغله هيدي وهنيون على شعورهم الوطني، اكيد لما في شعور وطني عندهم بحسوا بال يعني انه بالانتماء لهالمدينه وبيامنوا باستمراريه اي هيئه ومن الهيئات البلديه لتامين استمرار الخدمات هيدي والمحافظه عليها. طبيعي احسن ما تنفهم غلط، يعني اللي عم اقوله بلدية مش بس خدمات ونظافه، ايضا هي تطوير المدينه، هي يعني تامين الافضل الى المواطنين لانه بيدفع ضريبته في عدة خدمات. نعم بعد بحتى حتى تطوير المدينه. نعم. اهم شيء اللي هي انه نقدر نحن نطور المدينه، نطور الافق اللي افق لنقول الناس الوضع الاقتصادي، المشاريع تعزيز السياحه. نعم. لانه السياحه عامل مهم من عوامل الاقتصاديه بمدينه طبعا. سور لان عرش المدينه وهيدي مدينه سور هي يعني متربع على عرش الجمال. اخفال الشارع وفتحوا بوجه المشاة، اخفال بوجه السيارة، فتحوا احدى هالنشاطات هيدي يعني اللي هي تميزت منها صور، ومش بس اخفالها، يعني ايضا اعطاء الفرصة للحرفيين للعرض، اللقاء مع الناس، الاختلاط بالناس، هيدا كله واجب البلدية وواجبنا نحن كاعضاء. وايضا نستغلها فرصة ايضا نتمنى انه الجميع يتعاون بالاسابيع اللاحقة القادمة على انجاح المشروع هيدا من جميع نواحيه. شكرا لك، يعطيك الف عافية. انا بحب نختم مع نحن بس نتشكروا. بحب اختم معك بكلمة شو بتحب توجه اليوم للناس بهيدا الانطلاقة واهمية هيدا الانطلاقة اليوم ضمن فعاليات شارع المشاة لصيف 2023؟ يعني فعالية شارع المشاة يلي بيصير بكل أسبوع. نعم. ليلة هو حقيقة أولاً هو كتير مهم لأنه مساحة جامعة للناس كبار وصغار ومن كل المشارب ومن كل القضاء، هيدي نقطة بعتقد كتير مهمة. ومهم كمان النشاطات يلي بدها تصير خلال هالفعالية، وأنا مثل ما قلت بتمنى أنها تكون نشاطات مسلية بس كمان هيك تفتح العيون على أشياء لازم ننتبه عليها وهادفة، ونحن هلأ كتير بحاجة لكتير أمور وإن شاء الله بنتناقش فيها. وهي عنوان حقيقة لصور مدينة سياحية عظيمة هي والقضاء، وبتمنى أنه نعزز السياحة بمساراتها المختلفة. صور مش بس بحر، بحر صور رائع، بحر صور ما في منه على بعتقد يعني فريد بجماله بقيمته البيئية والجمالية وبقيمته البيولوجية، حتى التنوع البيولوجي اللي فيه كتير مهم على الحوض الشرقي للمتوسط. ولكن صور مدينة والقضاء في مسارات تاريخية كتير، مسارات سياحية مهمة. في عنا تاريخ الأثرات، في عنا مسارات سياحية إلى علاقة مسار سياحة دينية ليلة وآنا وشمع، في عنا مسارات هايكينج بكتير من القرى. إذن لازم نعزز كل المسارات السياحية بالقضاء لأنه مش بس صور غنية، صور كتير غنية، ولكن أيضا القرى وأقضي والقرى قضاء صور كمان كتير غنية. هيدا بيتطلب الحقيقة تعاون بين البلديات في هذه القرى وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني ويمكن اليونيفيل كمان، لحتى نقدر المسارات السهلة الموجودة الحاضرة يلي نحن بنمشي فيها أدومية عادة في هذه القرى إنه نعطيها نتفة قيمة اقتصادية بتحرك الحركة الاقتصادية بالقرى، بتحرك
الإنتاج المحلي يلي مشهورة في قرانا وبتعطي نوع من الاستدامة بتساعد أهل القرى إنه يطوروا هذا الموضوع. بتمنى إنه يصير في هيك مثل خطة متكاملة لصور والقضاء، ومنضل نقول ونذكر ونحكي صور مدينة نحنا كتير منحبها كتير منعشقها، صور سيدة البحار. شكرا لحضرتك الدكتورة النائب الدكتورة عناية عز الدين، شكرا لكل الحاضرين، شكرا للنائب حسين جشي، وشكرا لرئيس بلدية صور الأستاذ حسن بوق، وشكرا لقائد القطاع الغربي باليونيفيل، وقائد الكتيبة الإيطالية أهلا وسهلا فيك كمان، نرحب فيك معنا، شكرا لتواجدك، شكرا لكل الحاضرين ولكل من كان عم يتابعنا كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بدي أوجه شكر كبير لراعي نشاط صوت الفرح السفير العالمي داني الأشقر، كمان بدي أشكر جاليري ظاهر وجاليري فيج، فريق التصوير GHR Production، بسمة للصوتيات، شكرا كثير للإضاءة طبعا، قهوة لؤي كمان بنتشكرهم كثير، حلو الشيء اللي عملوا لنا اياه اليوم، تفضلوا. ما حدا قال لك شكرا. شكرا لك، شكرا كثير. كمان بدي اشكر الميك اب ارتست هيام ارناؤوط، بتشكرها كثير وفرق